معنا من تونس ومراسلنا سيف الدين العامري. سيف، بالطبع حديث الرئيس قيس سعيد كان حديثا عاما عن أهم التوجهات التي يرسمها الدستور الجديد أو ما سيطرح للاستفتاء مستقبلا، لكنه لم يخض في التفاصيل. كيف كان يوم التسليم وما بعده بالنسبة للشارع التونسي؟ نعم ماجد، بالنسبة لمسودة الدستور طبعا يحق للرئيس في 10 أيام أن يعيد النظر في بعض التفاصيل، لكن عموما التونسيون متشوقون لمعرفة هذا الدستور ولقراءته. ولكن مثلا عندما يقول رئيس الجمهورية إن أهم شيء هو وحدة الدولة، أول تأويل لشخص ربما سنة أولى قانون عام يعلم أن النظام سيكون رئاسيا أو يميل إلى الرئاسي، وأن الوظائف داخل الوظائف الثلاث أو السلطات الثلاث في المدرسة الكلاسيكية في العلوم السياسية أي القضائية والتشريعية والتنفيذية ستكون وظائفا وليست سلط، بمعنى أنها ستخضع إلى الرقابة الدائمة والعمومية من قبل التونسيين بأشكال مختلفة، وستضع حدا بين بعضها البعض أي التنفيذية والتشريعية والقضائية، خاصة القضائية لأن الرئيس يعتقد جازما أن السلطة القضائية والوظيفة القضائية مهمة وحساسة في كل بلاد تريد أن تقضي على الفساد وأن تصنع مواطنة سليمة بالضرائب بالتحكم في الأسعار بتنفيذ العقوبات وعدم الإفلات من العقاب إلى آخره. طبعا هذا في مستوى العمومي النظري. هناك أيضا ماجد في الحقيقة تصريح قد لفت النظر إلى أن الدين أو الإسلام هو دين الأمة وليس دين الدولة، وببساطة شديدة يمكن أن يفسر ذلك كما يفسره أساتذة القانون العام، أن معهد ثانوي أو مركز بريد أو بنك لا يمكن أن يقوم للصلاة أو للتسبيح، هي مؤسسة جامدة تتبع مؤسسات الدولة، لكن الدين مرتبط بالشخص أي بعلاقة عمودية بينه وبين ربه إلى آخره. طبعا فلسفة الدستور إذن ستكون ذات مهجة عموما فرنسية نوعا ما بنظام رئاسي وربما منظومة عمل أقرب إلى العلمانية منها إلى إعلان دين الدولة الرسمي. في النهاية سيف، الناس التونسيون سيقولون كلمتهم الفصل. من تونس مراسلنا سيف الدين العامري، شكرا لك.